أهل الشؤون أهلا بكم. على مدى زمن كنا ولا نزال نعمل وفق مبدأ أساس احترامه المواطن ونعمل على تقديم العون والمساعدة دون وساطة ومبدأ الشفافية والمصداقية، وأخذنا على عاتقنا أن نستمع للمواطن مقترحاته واستفساراته ومشكلاته بكل وضوح دون قيد أو شرط. فوزارة الداخلية شعارها الأوحد هو الشرطة في خدمة الشعب، فليس هدفنا النشر الإعلامي، بل الهدف هو تحقيق الفائدة الإعلامية من البرامج الأمنية، خاصة ما يشعر الناس أنه البرنامج الخدمي الأقرب لهم، وهذا ديدن العمل هو أن نكون الأقرب للمواطن ومنسوبينا. كل ذلك يأتي من خلال التوجيهات الصريحة من معالي السيد وزير الداخلية المحترم الأستاذ عثمان الغانمي وسادة الوكلاء في الوزارة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أهل الشؤون، معكم في الإعداد والتقديم المقدم سيف عبد الكريم مدير إعلام شؤون الداخلية، والمقدم محمد علي الحسون من دارة العلاقات والإعلام في الوزارة. أهلا بك سيدي وصباح الخير. صباح الخير أخي العزيز مقدم محمد، صباح الخير لكل متابعي مشاهدي قناة الفرات الفضائية، صباح الخير لكل قادتنا في وزارة الداخلية وعلى رسم السيد معالي وزير الداخلية المحترم عثمان الغانمي الراعي والمتابع لكل قضايا المواطنين في بغداد وكافة المحافظات ضمن مختلف مفاصل وزارة الداخلية. صباح الخير لكل السادة مدراء الشؤون الداخلية في بغداد والمحافظات وعلى رسم السيد مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي المحترم المتابع لكل قضايا المواطنين اللي تطرح ضمن برنامجنا برنامج الشؤون وكل الطلبات والقضايا ضمن مكاتبنا في بغداد وكافة المحافظات. صباح الخير لأبطال الشرطة الاتحادية، أبطال الرد السريع، أبطال قيادة قوات حرس الحدود المرابطين في ساحات الوغى والمدافعين عن سور الوطن. صباح الخير لكل الضباط والمنتسبين والموظفين العاملين في مختلف مفاصل وزارة الداخلية الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل مواطنينا الكرام. صباح الخير مرة أخرى لكادر برنامج أهل الشؤون وللمخرج المبدع نورس العنزي. صباح الخير أخي العزيز. شكرا سيد العزيز، صباح الخير عليكم مشاهدي الكرام أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج أهل الشؤون، نذكر أن البرنامج يرتبط مع إذاعة الفرات ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب. أكيد أرقام الهواتف ستكون مع زميلنا المخرج نورس العنزي، فاصل ومن ثم برنامج أهل الشؤون إن شاء الله. اهلا بكم من جديد، راح نستقبل اول اتصال وأهل الشؤون. صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه بيك. الله شلونكم سيدي؟ شلون صحتك اخوي الكريم؟ اهلا وسهلا بك، تفضل اعطينا اسمك الكامل ودوامك وين. سيدي انا حليم عبد. حليم عبد شنو؟ هاني حليم عبد. هاني حليم عبد، تفضل. انت تداوم منسوب عندنا بالداخليه؟ لا، احد الفاحصين 2017 2018. نعم فاحصين 2017. نعم اجراءات بحق الفاحصين 2017 2018 اخر الاجراءات. زين انت جنابك اخي العزيز متابع برنامجنا، شايف الحلقات السابقه؟ نعم نعم. اذا الاجابه جاهزه ويمكن سمعتها جنابك اكثر من مره، يعني دائما ما يؤكد السيد مدير شؤون مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم انه الفاحص مكمل اجراءات، مسلم فايل اجراءاته مكتمله ضمن وزاره الداخليه. أنت طلبت إجراءات كوزارة الداخلية، إجراءاتنا مكتملة فقط بانتظار الإجراءات الأخرى مع الوزارات الأخرى المعنية لنفس الموضوع. نعم. لإكمال ما تبقى من إجراءات، فإن شاء الله إجراءاتكم ضمن الوزارة مكتملة أخي العزيز. شكرا لك ولاتصالك. تحياتنا لك أخوي الكريم هاني، هذه الإجابة عامة لكل إخواننا الفاحصين مع الاحترام لهم. اتصال وأهل الشؤون، تفضل. نعم. ألو. الو السلام عليكم. عليكم السلام وسهلا بك. شلون سيادة المقدم؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك اخوي الكريم، تفضل. الله يسلمك سيدي. سيدي انا فاحص على قوات حرس الحدود.
نعم. وفحص سنة 2017 زين. وأنا سألت بيكم قبل زين. وقلتوا لي اسمك على إدارة المراتب ضمن إدارة المراتب وضمن إدارة التطوع. جيد. شنو مطلوب لعد؟ سيد بس اللي تعرف احنا هسه حاليا مشمولين ويا المفتوخة عقودهم. اخي العزيز انتوا اجراكم تعين على ملاك وزارة الداخلية. اي سيدي. اجراءاتنا كوزارة الداخلية مكتملة فقط بانتظار التخصيصات المالية. زين زين سيدي هسه احنا حاليا يعني مثلا عندنا امر اداري لو امر مالي. ماكو شيء اسمه امر اداري وامر مالي، هو من تجي التخصيصات الماليه يصدر امر اداري بالتعيين. امر اداري نعم. يعني انت اجراءاتك مكتمله، اجراءاتك مكتمله كاجراءات تعيين فقط بانتظار التخصيصات الماليه اخي العزيز كوزاره الداخليه، حتى ما ناخذ وقت اكثر اذا تسمح لي جنابك. هذا الموضوع يعني واضح والاجابه كذلك واضحه انه اجراءات مكتمله ضمن وزاره الداخليه. شكرا لك والاتصال. شكرا لك، وايضا هي اجابه عامه لاخواننا الفاحصين. اتصال والشؤون. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. شلون سيدي؟ شلون صوتك؟ الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل. سيدي بدل العمر وقدم الطلب مرتين ورجعوا عليه يقولون ما مفتوحة بعدين. أنت اسمك شنو؟ موضوعك وين دوامك؟ اسمي شاهد قايم. شو اسمك؟ محافظة المثنى. شو اسمك؟ شاهد قايم محافظة المثنى. شاهد؟ إي نعم سيدي. شاهد اسمه أبوك شنو؟ قايم. قايم سيدي قايم. شهد قايم سيدي. زين. مثنى. شنو طلبك اخ شهد؟ طلب للعمر اريد. قدمت اجازة وين تداوم؟ اداوم افواج طوارئ المثنى. افواج طوارئ شرطة المثنى؟ فوجي الاول سيدي. قدمت طلب اجازة؟ اي مرتين ورفضوا يقولون ما مفتوحة عليك مشمول. راح نستفسر لك من السيد مدير شؤون المثنى بخصوص الاجازات العمرة مفتوحة من عدمها. تابعنا اخويا شاهد، تابعنا من فضلك. برنامج الو شؤون للسيطرة. برنامج الو شؤون للسيطرة. سيدي صباح الخير علينا وعليكم سيدي وعلى جميع الكادر الافراد الفضائية. تفضل سيدي اسمع كيف مقدم سيدي. اشكرك اخي العزيز، صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة جميعا. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في محافظة المثنى العميد السامي المحترم فيما يخص استفسار المنتسب شهد منسوب شرطة المثنى. حسب ما يخبرنا أنه مقدم إجازة العمرة وتم تبليغه بأنه الإجازات العمرة متوقفة بالوقت الحالي. التنسيق مع الإدارة في قيادة شرطة المثنى بهذا الصدد، موجودة إجازات عمرة من عدمها. نعم سيد الله سادة كل من واضح. أنا مدير شؤون محافظة المثنى. مدير شؤون محافظة المثنى. نعم سيد عمي السامي. الله يسعدك يا اخي، تحياتنا لك المقدم شيخ المقدم محمد. شكرا سيد العزيز. وكادر البرنامج. تم تثبيت الاسم. نعم سيدي تفضل. برنامج سيدي شكرا على المتابعه. نعم سيدي تابع من قبل تكون واضح استلمت واضح على برنامج الشؤون سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز بخصوص ان ذا كان منقطع وغير واضح، فقط المتابعه مع الاداره في قياده شرطه المثنى بخصوص اجازات العمره موجوده الترويج بالوقت الحالي من عدمه. نعم. نعم سيدي المقصود واضح حاليا استلمت. مدير شؤون محافظه المثنى سيدي حاليا على مسرع تفضل حضرتك. نعم سيدي عمي السامي. أنا بسطر المركزية على مسمع من النداء راح يتم المتابعة مع قيادة الشرطة وإشعارهم خلال وقت البرنامج. شكرا سيد العزيز. شكرا. نعم شكرا سيد بارك الله بك والمقصود واضح. اتفضل سيد برنامج الشؤون. أشكرك على مسمع من نداء السيد العميد. شكرا بارك الله بك. شكرا لك سيدي عمي سامي. الأخ شهد تابع الحلقة لك إجابة إن شاء الله تعالى بعد قليل. تابع البرنامج. اتصال آخر والشؤون. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا بك، تفضل اخوي. صباح الخير عليكم. صباح الخيرات اخي العزيز. العراق جميعا، تفضل اخوي. السلام عليكم سيدي. سيد عندي طلب في موضوع امر اداري. طينا اسمك الكامل ودوامك. اسمك الكامل دوامك وين؟ احمد عزيز محمد علي سطولية قيادة شرطة نينوى. احمد عزيز محمد علي سطولية. وين دوامك؟ قيادة شرطة نينوى محلية. قيادة شرطة نينوى. شرطة نينوى تفضل. سيدي عندي كتاب موضوع امر اداري، انا من 2016 رجعت على العفو بالعفو. زين. وبعدين جاني كتاب تريد لحد الان من 2017 لحد الان كتاب تريد. 17 و 16.
من انا رجعت برقم 27/3/2016 بالعفو. زين. بعدين ورا سنه تقريبا داومت، بعدين جاني كتاب تريث. تريث شنو؟ تريث بوقت الحالي، فما اعرف يعني شنو. انت مالك مستمر بالخدمه؟ لا والله سيدي، فكوني يقول انتم جماعه تريث بعد ما لكم حق تداومون الا يجي كتابكم من 2017 لحد الان. أخ أحمد أخذ أولياتك وأخذ هذا الكتاب اللي تقول به جاي تريث، تأخذ الكتاب والأوليات، تتوجه إلى مقر الشؤون الداخلية في نينوى العميد شاكر المحترم، راح نخلي اسمك في الاستعلامات وراح يكون بانتظارك حتى يطلع على أولياتك ويتابعها مع الجهات المعنية ويعطيك الإجابة الواضحة والوافية. بس أخذ كل أولياتك وياك أخ أحمد ان شاء الله سيدي. برنامج الشؤون للسيطره، على برنامج الشؤون للسيطره تفضل سيدي. جيد، اشكرك اخي العزيز. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في محافظه نينوى العميد شاكر المحترم فيما يخص استفسار المواطن حاليا احمد عزيز محمد علي، تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات واستقباله والاستماع الى طلبه. بارك الله فيك. نعم سيدي، المقصود واضح، هذه استلمت. أنا مدير الشؤون محافظة نينوى سيدي. نعم سيدي عميد شاكر تفضل. أنا مدير شؤون محافظة نينوى، على مسمع من نداء الأخ المقدم سيف. شكرا سيدي، حياتي له ولل الله يحفظك سيدي العزيز محمد. شكرا سيدي، راح يكون اسمه ضمن الاستعلامات وخلي يتوجه لنا على الدائرة وإن شاء الله احنا خدمة المواطنين والمنتسبين جميعا. شكرا سيدي لجهودك بالتأكيد. شكرا سيدي، بارك الله بك. نعم سيدي، إجراءات تصولية واضحة حاليا. برنامج الشؤون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. كذلك عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في بغداد الرصافة العميد إجواد الصافي المحترم بخصوص إجابات الحلقة السابقة، بارك الله بك. نعم سيد، برنامج الشؤون سيد واضح استلمت. أنا مدير الشؤون بغداد الرصافة سيد بخصوص الإجابات السابقة. إجابة بخصوص أحمد عبود صالح. نعم. من الحلقة السابقة من كربلاء المقدسة. نعم سيد، الله يبارك بجهودكم. تحياتي للأخ المقدم سيد والمقدم محمد وقادة قناة سيد عميد جواد والسيطرة المركزية والمشاهدين الكرام. بخصوص إجابة من الحلقة السابقة، الأخ المتصل أمجد عبود صالح. نعم. كربلاء المقدسة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة شعبة الحوكمة الإلكترونية، حيث إجابة الشعبة وصول الاستمارة بدون معلومات بإمكان مراجعة شعبة أفراد الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في مقر الجنسية. بارك الله بك. شكرا سيدي. نعم شكرا سيدي على المتابعة. مدير الشؤون بغداد الرصافة سيدي. نعم بارك الله بكم سيدي، واضح استلمت. على برنامج الشؤون سيدي حاليا على مسمع، تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من جميع النداءات، نداء السيد العميد المحترم واضح جدا، شكرا بارك الله فيك. شكرا لك سيدي عميد جواد مدير الشؤون الداخلية في الرصافة على تواصلك المستمر مع برنامج الشؤون. اتصال والشؤون تفضل. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أستاذ العزيز، شلون صحتك؟ الله يخليك أخوي تفضل. الله يخليك أستاذ العزيز. احنا ذوي الضحايا المنتسب شرطة اتحادية استخبارات اتحادية حاتم كريم خضير عباس. بس العفو شنو ذوي الضحايا المنتسب؟ يعني المنتسب شهيد ضحية؟ نعم هو ما نعرف لحد الآن شهيد أو ضحية. اسمه الكامل. اسمه الكامل. حاتم كريم. حاتم؟ نعم. كريم؟ خضير. خضير، وين يداوم كان؟ استخبارات اتحادية. استخبارات؟ أنا رباعي. حاتم كريم خضير شنو؟ عباس. استخبارات الاتحادية، شرطة الاتحادية. نعم توفى بالمستشفى ابن الخطيب اللي احترقت العام. نعم. بالمجلس التحقيق السابع عزيز حولونا للتقاعد. نعم. اعتبروه متوفي؟ نعم اعتبروه متوفي. لأنه مكتوب. نعم. العفو السابع عزيز، بالمجلس التحقيقي مكتوب شهيد حسب أمر رئيس مجلس الوزراء اللي صدر. يعني شنو كان كورونا؟ لا هو بي كورونا وتوفى هو واخوه وامه. نعم الله يرحمهم. تعرف الماده الله يرحمهم استاذ العزيز، فمن العفو استاذ من راجعنا وكملنا
اذا مال كورونا اللي توفوا لحد الان ما مطبق الا منتظرين مال مجلس النواب. زين. بس هو مكتوب اساسا هو شهيد، يعني ما نرجع المفروض الماده 52. شو رجعنا على الماده 52 طلع راتب التقاعد 400,000. نعم. وحسب المجلس التحقيقي مكتوب شهيد حسب امر رئيس الوزراء. زين. بغض النظر انه بكورونا او ما بكورونا. نعم. فالعميد الله يجزاه الف الله خير عميد عزيز اللي هو الرئيس اعتقد مدير القانوني. نعم. قال يحتاج موافقه مدير عام او وكيل او وزير على مود يتعدل الراتب مالته التقاعدي يصير ياخذ مستحقات اللي هي باعتبار 1,200,000. ليش استاذ العزيز؟ بس اسمح لي انت جنابك الامر الاداري. نعم. اللي صدر بالاستشهاد. نعم. ايش كتب له؟ شهيد لو متوفي؟ لا متوفي. متوفي اذا هو هذا هذا الامر اللي مشى. الراتب يكون على الامر الاداري اللي يصدر. صح. صار في وقتها توجيه انه المتوفين بكورونا يعتبرون شهداء. ما لنا شغله بحي الاستاذ، هو اساسا بامر ديواني رئاسي ومكتوب بالمجلس التحقيقي. نعم. انه هو شهيد يعني. نعم. حسب الامر رئيس الوزراء امر بالتالي ديواني. صحيح. بالتالي صدر الامر الاداري انه متوفي، صح؟ نعم. احنا شرحنا هسه حاليا راح ندقق لك موضوعه. نعم. ضمن مديرية الشهداء والجرحى حتى نعرف. نعم. شنو المثبت بحقه وشنو اللي يستحقه. اي العفو استاذ العزيز بس وارد اطول عليك. لا براحتك تفضل. المستمعين والمشاهدين الوقت العفو استاذ العزيز احنا ردنا انه حسب ما قال انت المفروض يعني تاخذ امر من الوكيل او الوزير او المدير العام يتحول مو توفى اساسا عندك امر ديواني واحد. هذا الامر الديواني بس اسمح لي، الامر الديواني اللي تقصده جنابك يشمل الجميع مو خاص بس اسمح لي مو خاص بالشخص المتوفي حاتم كريم. لا 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 شهداء واضح بالتاكيد. اذا اكو. نعم. اكو تعليمات واكو توجيهات بهذا الصدد راح نعطيك. نعم. اجابه مفصله ان شاء الله. اسمع نداء برنامج الشؤون للسيطره. نعم برنامج الشؤون تفضل. اسمعك اشكرك اخي العزيز عن طريقك نادينا السيد مدير شؤون الداخليه في بغداد الرصافه العميد جواد الصافي المحترم فيما يخص موضوع المتصل عائلة المتوفي حاتم كريم خضير عباس منسوب سابقا استخبارات شرطة الاتحادية المتوفي بمرض كورونا. حاليا يخبرنا أخو المتوفي أو ذويه أنه الأمر الإداري اللي صدر بالوفاة اعتبروه متوفي علما أنه أكو توجيه وأمر ديواني حسب ما يبلغنا ويدعي أنه أمر ديواني باعتبارهم شهداء. حاليا شنو الاجراء اللي بامكان ذوي الشهيد او المتوفي تقديمه لغرض تعديل الراتب؟ استلمت؟ نعم سيدي الله يسعدك استلم الوضع. الو مدير شؤون بغداد الرصافه سيدي. مدير شؤون بغداد الرصافه اخي اشكرك بارك الله فيك صباح الخير عليك وعلى الجميع. نعم سيدي. على مسمع ميداء الاخ اخ المتوفي حاتم كريم خضير عباس متوفي كورونا. نعم. بيتم الاتصال بدون التقاعد واجابتكم خلال فتره برنامج. نعم سيدي. شكرا بارك سيدي. الله. نعم. اشكرك. شكرا سيدي الله يحفظك. شكرا سيدي بارك الله فيك على المتابعه. انا عبد السلمة واضح. برنامج الشؤون سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم بانتظار الاجابات. شكرا بارك الله بك. شكرا لك سيدي عميد جواد تحياتنا لك. الاخ المتصل بنا تابع الحلقه لك اجابه ان شاء الله تعالى بعد قليل. اتصال والشؤون صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بك. حياك الله يا هشام صح. الله يخليك اخوي كريم طينا اسمك الكامل وحشنا موضوعك. اشكرك. أني المنتسب كريم عباس حسين سلمان من واسط. كريم عباس حسين سلمان تحياتنا لك وهنا في واسط تفضل. أشكرك سيد العزيز. سيد أنا كنت سابقا بالمنشآت. نعم. وعندي خدمة 7 سنوات. نعم. وحولوني على المحلية والسبع سنوات ما حسوا لي يعني تقريبا التقيت فيكم هاي مرة ثالثة وإجابة ماكو. زين انت جنابك السبع سنوات كلت اف بي اس في وقتها؟ اي اف بي اس وربع اللي وياي. بس اسمح لي نعم. اي سنه ثبتت انت جنابك؟ في 2011 سيدي. 2011 انا لابس في 2004. زين المده السابقه ما احتسبوا لك اياها؟ ما احتسبوا لي يا سيدي حتى لا قدم ولا ترقيه ولا. زين احنا وجهناك اخ كريم وجهناك المكان باتصالك السابق؟ سيدي ما وجهتوني قلت انت نواسف كانت. نعم. ما فهمت. ما اقول لك ما فهمت ايش يعني. للمعلومات احنا اي تثبيت
منتسب بعقد بغير عقد يثبت بسنة من التاريخ التثبيت يحتسب لك الترقية وما شابه. فقط إذا كانت السنوات السابقة عقد حسب التوجيهات يعني ما تحتسب، فقط لأغراض الحالية راح نتأكد لك من السيد مدير شؤون مبنى الوزارة. أنت الغاية من الاتصال أنه تريد تحتسب المدة اللي كانت هي بعقد مع الدائرة المعنية اللي كنت ضمن حمايتها. وين كنت حماية بأي دائرة؟ أنا كنت حماية من شارتي. أي أعرف أي دائرة؟ أي وزارة؟ نفط كهرباء؟ لا لا سيدي مو دوائر محلية. وين؟ دوائر سيدي دوائر محلية مو لا نفط ولا كهرباء. يعني ما تتابع لأي وزارة؟ لأي وزارة؟ الداخلية سيدي. زين اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. أنا برنامج الشؤون للسيطرة سيدي جيدة جدا. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير شؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل كريم عباس حسين سلمان من أهالي واسط منتسب ضمن شرطة واسط. حسب ما يخبرنا أنه عنده 7 سنوات خدمة قبل التثبيت حماية منشآت. سنة 2011 تم تثبيته، قبلها 7 سنوات عنده خدمة حسب ما يدعي. هل بالإمكان احتساب هذه الخدمة من عدمها؟ نعم سيد الله يسعدك والسلم الطيب واضح. ألا هو مدير شؤون مبنى الوزارة سيدي؟ نعم سيدي عميد عقيل. مدير شؤون مبنى الوزارة والسيطرة أخي بارك الله فيك، صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة وكذلك على كادر قناة إفراط الفضائية وأيضا كافة الأخوة المشاهدين والمستمعين. بخصوص موضوع الأخ المتصل الكريم عباس حسين سلمان باحتساب المدة اللي قبل تثبيته، للمعلومات هو ما وضح الأخ المتصل المدة اللي قبل تثبيته أنه كان معين على الملاك الدائم أو بصفة عقدية أو معين على وزارة الداخلية تحديدا أو الوزارات الأخرى. وللمعلومات موضوع احتساب الخدمة شكل الدوائر سبق ولحد قبل شهرين أشهر يعني قريبة ضمن المديريات لغرض احتساب الخدمة، وبإمكانه مراجعة مقر مديريته لترويج طلب إذا كان مشمول ضمن ضوابط اللي وجهت فيها مقر الوزارة. نعم بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك على المتابعة سيدي عميد عقيد. نعم استلمك واضح على برنامج الشو سيدي حاليا على مسمع الفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد الواحد العميد المحترم، نداء جدا واضح، شكرا بارك الله فيك. شكرا لك سيدي عميد عقيل وصباح الخير عليك. نعم. الأخ كريم عباس حسين سلمان سمعت الإجابة، تحياتنا لك، كانت الإجابة من السيد العميد المحترم. اتصال والشؤون. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك. شلونك جاسم حميد محمد غالي نهار السماوة؟ جاسم حميد محمد حميد محمد من اهل السماوة. العفو جاسم حميد وجاسم محمد حميد. لا جاسم حميد محمد. حميد محمد تفضل. تفضل اخوي. انا اخوي استشهد بسبايكر. الله يرحم الشهداء جميعا. الله يرحمهم جميعا. وقدمنا معاملته صار لها سنتين لحد الان معاملته ما من جزء راتبه قطعوه ولا حقوق استاذ لا حقوقه ضمن وزارة الدفاع يعني جنابك ولا راتبه قطعوه نهائيا. اراجع راجعت للخدمات الشخصية أخذت لها تقريبا بالسنة خدمات الشخصية طلعت للتقاعد صار لها تقريبا بالتقاعد 5 أشهر أي نتيجة ما مطيني بالتقاعد. كل ما أخابر أو أمشي قلوا لي بعدي كل ما أخابر أمشي قلوا لي بعدي أخوي العزيز ما أعرف الحل شنه. والدته ووالده ناس كبار وتدري تتعرف الظروف. بس اسمح لي جنابك أخي العزيز. نعم. المتوفي الشهيد على وزارة الدفاع على وزارة الدفاع. إذا هي مناشدة أخوي الكريم. إذا هي مناشدة من جنابك للمعنيين في إعلام وزارة الدفاع وكذلك الهيئة الوطنية للتقاعد إذا عندهم إجابة بخصوص موضوع الشهيد وإكمال معاملته التقاعدية. إحنا برنامجنا خاص بوزارة الداخلية وتوابع وزارة الداخلية في بغداد وكل المحافظات. شكرا لك ولاتصالك. نعتذر أخ جاسم عن التقصير في حقك، تحياتنا واحترامنا والرحمة والغفران لكل شهداء العراق. اتصال والشؤون. السلام عليكم سيادة المقدم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. أنا أحد الفاحصين على وزارة الداخلية سنة 2017-2018. نعم. على الرابط الإلكتروني. نعم. بس حبيت أتأكد من اسمي موجود بالحاسبة وزارة الداخلية. طيب اسمك الكامل رباعي. الاسم صادق حمد عبد الله إسماعيل. صادق حمد عبد الله إسماعيل. إسماعيل. إسماعيل.
اسمع النداء. تابعنا اخويا صادق. برنامج الشؤون للسيطرة. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير شؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل صادق محمد عبد الله إسماعيل فاحص سنة 2017-18 ضمن مديرية إدارة التطوع عبر الرابط الإلكتروني، في وقتها كان تقديمه تدقيق اسمه موجود من عدمه. طيب سيدي واضح، لحظة استلمة. هلا مدير شؤون مبنى الوزارة سيدي. مدير شؤون مبنى الوزارة السيطرة أخي بارك الله بك، على مسمع اتصال الأخ المتصل صادق محمد عبد الله إسماعيل. نعم. وسيتم تدقيق موضوع مديرية إدارة التطوع الإجابة خلال فترة البرنامج. شكرا. نعم. واضح سيدي، شكرا. بارك الله بك. واضح جدا سيدي. نعم سيدي عميد عقيل، شكرا، واضح استلمت. برنامج الشؤون. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم بانتظار الإجابات. شكرا لك سيدي عميد عقيل، تحياتنا لك الأخ صادق حمد عبد الله، تابع الحلقة لك إجابة إن شاء الله تعالى بعد قليل. اتصال والشؤون، صباح الخير. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. السلام بك. أنا أريد على رغم نزاهة بغداد. شنو موضوع أخي العزيز؟ موضوعك وشخص إمام ماخذ عرض بس اللي حدا صدام حسين من الزين وثلاثة. اعتقد اكو هواتف ساخنه بهيئه النزاهه الموقره تقدر تبحث عنها. احنا هذا البرنامج تابع لوزاره الداخليه وليس لهيئه النزاهه اخي العزيز. تحياتنا لك، شكرا لاتصالك. اتصال اخر والشؤون. نعم استاذ. احنا جاوبناك اخوي الكريم، ارقام ألو. هواتف هيئه النزاهه موجوده عن طريق الجوجل، تبحث عنها من فضلك. الو تفضل. نعم تفضل اخي العزيز نسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. شلونك سيدي؟ شلون صحتك؟ يا اهلا وسهلا بك. سيدي انا عندي شهيد. نعم. عندي شهيد بالشرطه. الله يرحم الشهداء جميعا. الله يرحمهم جميعا. وابني بخالقني شرطي نفرول حرس الحدود فرقه السادسه. ابنك شهيد؟ اي ابني شهيد. شو اسمه الشهيد؟ محمد علي حسين. محمد علي حسين. وين كان يداوم؟ دفاع له داخليه. داخليه وزاره ثانيه بالشرطه، بالشرطه بخانقني، شرطه بخانقني الثاني. الثاني ابنك الثاني؟ اي نقلوه حرس الحدود بفرقه سادسه بسنجر. شنو السبب النقل؟ وكان حدود كذلك؟ والله عندي اثنين، وانا ضرير ابو ضرير. بس اسمح لي حجي. فرقه سادسه. حجي هو ابنك اصلا يداوم بالحدود يعني المنطقه الثالثه كان ونقل للسادسه؟ كان بالمخيسة بالبوض بالصيد، أنا قلت خانقين خانقين. بس اسمح لي، ابنك كان يداوم شرطة محلية لو كان يداوم قيادة قوات حرس حدود؟ لا محلية كان. شرطة محلية في خانقين؟ ايه. وحاليا وين يداوم؟ نقلوا حرس حدود مال سنجاب. منطقة السادسة. فرقة السادسة اي والله، وأنا معوقين، عنده معوقين ضريرين اثنين، وأنا معوقان أبوه. زين. اسم انطينا يا المنقول. احمد علي حسين حمد. احمد علي حسين حمد. حمد احنا هذا الاسم راح نوصله من الجاله. من الجاله اي احنا هذا الاسم راح نوصله. اي في يداوم بالمنطقه الثالثه يعني بدياله حرس حدود بدياله بشد حمري بكت ينك بشد حمري على منشال منشال يعني. وبعد هو احنا راح نشوف شنو موضوع نقله وكحاله انسانيه راح نوصلها، نريده حتى ياخذ كتاب المؤسسة الشهداء وكذلك التقارير الطبيه الخاصه بكم ويوصل الى مقر. بس اسمح لي حجي، راح ننطي اسم السيد مدير شؤون حرس الحدود اللواء رسول المحترم عن طريق العقيل احمد يعني. المحترم اسمع النداء. اي والله عند الشهيد وانا ضريرين وانا ضرير ابو صحة وسلامه والله يرحم الشهداء. صحة والعافيه لكم جميعا. اسمع هذا النداء من فضلك حتى نعرف الاجابه. برنامج الشؤون للسيطره. برنامج الشؤون للسيطرة. أرسل سيدي جيدة جدا. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد معاون مدير الشؤون الداخلية في قيادة قوات حرس الحدود العقيد أحمد المحترم فيما يخص موضوع والد الشهيد محمد علي حسين. حسب ما يخبرنا أنه عنده ابن آخر منتسب ضمن شرطة الديالة، حاليا تم نقله إلى حرس حدود المنطقة السادسة سنجار.
حسب ما يخبرنا انه هو من ذوي الشهداء، وكذلك الاب ضرير وعنده 2 اخوانه كذلك ضريرين ضمن نفس الدار حسب ما يدعي. تسجيل اسمه لدى السيد العقيد المحترم ومتابعة موضوعه كحالة إنسانية، وهل بالإمكان نقله إلى محافظة دياله من عدم ضمن مدي قيادة قوات حرس الحدود المنطقة الثالثة. سلمت؟ نعم سيد الله سعدك استلمت. طيب واضح حاليا. ألا معاون مدير شؤون الحدود سيدي؟ نعم سيدي عقيد أحمد تفضل. ألا معاون شؤون الحدود أشكرك، تحية لك خير المقدم سيد قدر محمد. شكرا سيد العزيز أخي أحمد على مسمع من أداء المتصل، إذا أمكن أن توجهنا المتصل أحمد على حسين. نعم مستوى حمد كافة التقارير الطبية وكذلك ما يثبت أنها من حوالي شهداء. نعم لغرض إجراء اللازم عرض موضوعها أمام أنظار قائد قوات حرس الحدود. بارك الله بكم. نعم نعم سيد بارك الله بك. والمقصود المنتسب أحمد علي حسين حمد هو المقصود سيدي. برنامج الشؤون سيد حمد. أشكرك أخي العزيز. يكون التبليغ إن شاء الله عن طريق السيد العقيد المحترم، حاليا هو حسب ما يخبرنا ضمن عمله في حدود المنطقة السادسة عن طريق ضابط الشؤون المعني تبليغه بالحضور إلى مقر القيادة. نعم استلمت؟ نعم سيد واضح حاليا استلمت. معاون مدير شؤون الحدود سيد حاليا حضرتك على مكان تفضل. أخي على مسمع الشيخ. شكرا سيدي. أحمد علي حسين حمد صحيح؟ نعم صحيح. من أداء حاليا من قبل القيادة. نعم هو صحيح أحمد سيدي علي حسين حمد. نعم. صحيح نعم سيدي. هو المقصود أيضا منسوب سيدي ضمن منطقة الحدود السادسة حتى يكون عندك ألف سيدي. هو المقصود المنتسب أحمد علي حسين حمد. نعم تفضل. مدير بغداد الرصاصة برنامج الشؤون للسيطرة على مسمع من جميع النداءات. يتفضل السيد مدير بغداد الرصافة العميد جواد الصافي. تفضل سيدي بخصوص حاتم كريم غضير عباس. نعم سيدي برنامج الشؤون واضح استلمت واضح. ومدير الشؤون بغداد الرصافة سيدي تفضل. نعم سيدي العميد جواد تفضل. مدير شؤون بغداد الرصافة أخي أشكرك بارك الله بجهودكم على هذا البرنامج اللي يقدم خدمة للمواطن المتسم. نعم خصوص اتصال أخي المتوفي حاتم كريم غضير عباس. نعم متوفي بكورونا، تم تدقيق الاسم وتبين انه متوفي اثناء الخدمه ومن جراح وبانتظار التعليمات لغرض تعديل امر الوفاه الى شهيد. اشكرك بارك الله بك. نعم شكرا سيدي بارك الله بك على المتابعه. نعم سيدي واضح حاليا برنامج الشؤون سيدي على مسمع حضرتك حاليا. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا على الإجابة. شكرا بارك الله بك. شكرا لك سيدي عميد جواد. تحياتنا لك الأخ اللي اتصل بينا بخصوص حاتم كريم غضير عباس. سمعت إن شاء الله راح يتم التعديل بانتظار التعديل إلى شهيد. اتصال وآل الشؤون تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام أهلا وسهلا بك. السلام من حافظ النجف حاتم كريم جاسم. حاتم كريم جاسم تفضل أخوي. حافظ النجف صح. أهلا وسهلا بك وكل أهل النجف الأشرف. تفضل. حجزت على البطاقة الوطنية. نعم هذاك الأسبوع. نعم وحولون على رقم 8 أبو الكامر يقول لي اليوم مثلحك خلي عدل على الأسبوع الثلاثات تجي. يعني اليوم انت جنابك كنت هناك؟ اي كنت هناك وحد هذا ابن مغولي وزوجته مريضه وما اقدر يعني. زين ما راجعت ضبط الشؤون ضمن الجنسيه اللي انت بيها؟ اي ضبط الشؤون قال لي روح شوف ابو الكاميرا هذا رقم 8. باي احوال بالضبط؟ ما رحت ضبط الشؤون؟ لا ما رحت لعد من اللي وجهك؟ قال لي زخم قوي استاذ قال لي زخم قوي. زين لان ماكو حجز حاليا مراجعه للجنسيه بدون حجز. ماكو حجز استاذ. نعم كل اليوم مثله حتى اخواني قلت له عندي ابني مريض من فولي وعنده اطفال 2 بالمدرسه. يعني تطلب المساعده حاليا؟ لا هي التوجيهات واضحه اخي العزيز. يعني جنابك تراجع بس اسمح لي اخي العزيز. طبعا هي كل دوائر الجنسيه في بداية الفصل الدراسي تشهد زخم يكون عليها زخم. نعم زخم صحيح. بمراجعة المواطنين إلها، لهذا أنه صار توجيه من الوزارة برفع الحجز الإلكتروني حتى أغلب المواطنين يستغلون فرصة المراجعة لإكمال معاملاتهم. طبعا من خلال المتابعة المستمرة وجولاتنا المستمرة وجه السيد مدير الجنسية العام المحترم اللواء رياض الكعبي تحياتنا توجيهات لبعض الدوائر اللي تشهد زخم، مدد
وقت الدوام، وخلى اكو بعض الدوائر يكون بها دوام مسائي، وتم تعزيزها بكوادر من الضباط. يعني احنا اليوم نريد من المواطن يتعاون مع دوائر الجنسية لغرض انجاز المعاملات. مع هذا ما من حق اي موظف انه يرجع مواطن ويقول له اليوم اكو زخم، انت بامكانك انه اكو طابور تقدم طلبك ومن ثم سراك باكمال المعاملة. بس انا اللي اريده من جنابك انت باي دائرة بالضبط احوال النجف؟ بعدك ويانا المتصل؟ اي نعم نعم. باي دائرة انت بالنجف؟ احوال النجف. اعرف احوال النجف، يعني هي مديرة الجنسية الرئيسية بالمركز؟ هي بطاقة السكن النجف. بطاقة السكن او البطاقة الموحدة؟ هي البطاقة الموحدة. بطاقة الموحدة. اسمع النداء، توجه الضابط شلون المعني حتى تتوجه الى اكمال معاملتك. رحم الله والدك. توجه. اذا انت موجود هناك حاليا توجه برنامج شؤون للسيطرة، شؤون الخاص بالجنسية محافظة النجف. تفضل حاليا. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في محافظة النجف الأشرف العميد أثير المحترم فيما يخص اتصال المواطن حاتم كريم جاسم. حسب ما يخبرنا يدعي أنه أثناء مراجعته تم تبليغه من قبل أحد الموظفين بالمراجعة بعد فترة بسبب وجود زخم. تكليف ضابط الشؤون المعني ضمن هذه الدائرة لمتابعة قضايا المواطنين وإكمالها ضمن السياقات المعمول بها. استلمت؟ نعم. طيب واضح استلمت. الو مدير شؤون محافظة النجف الأشرف سيدي. عفوا. نعم سيد عميد أثير تفضل. مدير محافظة النجف الأشرف، على مسمع من الأخ مقدم، تحياتي لحضرتك، تحياتي للأخ مقدم برنامج مقدم محمد. شكرا سيد. إن شاء الله جماعة ضباطنا ومنتسبينا ومفارزنا متواجدين ضمن المكان المعني، وعلى مسمع أيضا من المتصل حاتم كريم جاسم راح يتم توجيه ضابط الشؤون بالوقت الحاضر ضمن المكان المعني بالبحث عن المواطن، او اذا على مسمع من نداء خلي يتوجه لمكتب الشؤون ليجري له اللازم. نعم. نعم سيدي بارك الله فيكم، المقصود استلمت واضح حاليا. برنامج الشؤون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. كذلك إذا كان بالإمكان مناداتنا من قبل ضابط الشؤون المعني المتواجد حاليا ضمن مديرية الجنسية في النجف الأشرف حتى يخبرنا بمكان تواجده، حتى يكون المواطن على دراية بمكان تواجد ضابط الشؤون المعني لمتابعة قضايا المواطنين. نعم سيدي بارك الله فيك، واضح حاليا استلمت. نعم مدير الشؤون محافظة النجف الأشرف سيدي حاليا حضرتك على المسمع تفضل. نعم على مسمع لحظات راح يتم تحويل شنل على بغداد ويوجه لك نداء ان شاء الله ضمن المكان المعني. شكرا بارك الله فيك سيدي العزيز. سيدي بارك الله فيك. نعم هو المقصود واضح حاليا. شكرا. نعم نعم. برنامج الشؤون تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من جميع النداءات، شكرا بارك الله فيك. اذا راح يكون عندنا نداء من محافظة النجف الاشرف بالتحديد الجنسية في المحافظة من ضابط الشؤون حتى نحل مشكلة المواطن بصورة آنية. تحياتنا لهم جميعا. اتصال وائل الشؤون، صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بك. شلونك سيد؟ شلون صحتك؟ اخوي الكريم طينا اسمك الكامل. رئيس عرفاء خالد محمد والي. رئيس عرفاء خالد محمد. خالد محمد والي علي. والي علي. منتسب منتسب مدير من قيادة شرطة محافظة ذيقار. ذيقار، اهلا وسهلا بك وكل اهل ذيقار. سيدي دخلت مسلك الشرطة في عام 1991 ولحد الآن بدون ترقية. بدون ترقية، شنو السبب؟ شنو السبب؟ يقولوا لي أنت ما مستلم قطعة أراضي وطلع اسمك في قاعدة بيانات قطعة الأراضي، لا توفر لديه معلومات. يعني أنت بسنة 2000 ما استلمت قطعة أرض؟ كنت هارب بوقتها. كنت هارب؟ نعم. عندك ما يثبت أنه أنت أمر إداري بالتعيين بال91؟ عندي أمر إداري يثبت ال91 وعندي أمر ترقية بال93. جيد. شنو المشكلة الآن؟ وعندي أمر عودة. زين؟ كلها نعم. كلها عندي موجودة ولحد الآن بدون ترقية. وين تداوم بالضبط بشرطة ذيقار؟ أداوم قيادة شرطة محافظة ذيقار قسم شرطة الشوايش مركز شرطة المناصب. يعني محلية؟ شرطة محلية. محلية نعم. أخي العزيز، احنا نريدك تاخذ كل أولياتك. نعم. تراجع مقر الشؤون الداخلية بذيقار العميد نعم. سالم المحترم أو العقيد صالح المحترم. تأخذ أولياتك ومن دورها يدققها السيد العقيد. إذا كان أكو تقصير بالإجراءات ضمن محافظة ذيقار راح يتم إجراء اللازم من قبلهم، وإذا كان موضوعك يتطلب أنه الإجراء يكون في مقر الوزارة
راح نطلب منه ارسال كل الاوليات انه للمقر العام لغرض عرضها امام منظار السيد مدير عام الشؤون الداخليه المحترم. نعم سيد. توجه المقر شؤون ذي قار ان شاء الله سيد. برنامج الشؤون للسيطره. برنامج الشؤون سيدي تفضل ايضا بخصوص القسم سيدي متواجد سيدي المعاون حاليا. اشكرك. نادينا عن طريقك تنادينا السيد مدير معاون مدير شؤون الداخليه في ذي قار العقيد صالح المحترم فيما يخص موضوع رئيس عرفاء خالد محمد والي علي تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات والاستماع الى طلبه، كذلك اذا كان موضوعه متعلقاته ضمن محافظه ذي قار اجراء لازم من قبلهم، واذا يتطلب الموضوع عرض الموضوع امام منظار السيد وكيل الوزاره لشؤون الشرطه المحترم ارسال الاوليات بكتاب رسمي لغرض تقديمها للسيد العام المحترم واستحصال الموافقات الاصوليه. نعم سيد عقيل صالح تفضل. معاون شؤون ذي قار تبارك الله بك على مثنى. تحياتي لكادر البرنامج قرات الفضائيه للمقدم سيد المحترم وكذلك مقدم محمد. شكرا سيد عقيل صالح. للمعلومات خلي تفضل يمنا المشتكي وان شاء الله لدينا اللازم. بارك الله بك تفضل. شكرا سيدي. نعم. نعم سيد الله يسعدك معاون ومدير شؤون محافظة ذي قار سيد الله يسعدك طيب هذا حاليا استلمت. حاليا. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم. شكرا بارك الله بك. شكرا لك عقيد صالح المحترم. الاخ خالد محمد والي توجه للسيد العقيد مع الاوليات. اتصال والشؤون. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بك. السلام. استاذ انا سيف خالد حنون من بغداد. سيف خالد حنون. منسوب عندنا انت سيف؟ اعني سيدي؟ منسوب لوزاره الداخليه؟ لا سيدي انا قدمت عبدي في سنه 2008. زين. نعم. وعندي القصاصه مال المراجعه يعني فحصت وكملت بال 2008 وقالوا لي تاريخ مراجعه 15/10/2008 ولحد الان اراجع كل شيء. على وزاره الدفاع. على وزاره الدفاع. اذا هي مناشده، احنا برنامجنا خاص بوزاره الداخليه. يعني هذا البرنامج خاص فقط بوزاره الداخليه وتوابع وزاره الداخليه، دائما من خلال شاشه الفرات الفضائيه نؤكد انه هذا برنامجنا يخص فقط مفاصل وزاره الداخليه. مواطنين على المعنيين. نعم. المعنيين في اعلام وزاره الدفاع اذا يسمعون مناشدتك ارقام الهواتف موجوده اسفل الشاشه بامكانهم الاتصال. ناخذ اتصال اخير والشؤون. هل شلون تفضل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف استاذ شلون صحتك؟ اخوي الكريم انت اخر اتصال شوية احكي لنا موضوعك بسرعة تفضل. ايه على مود العودة انا رجعت على مود العودة. خليك ويانا قليل بس اسمعني اخي العزيز. برنامج الشؤون للسيطرة ضبط الشؤون المعني ضمن مديرية الجنسية تفضل. برنامج الشؤون. نعم سيدي هو المقصود واضح حاليا. ضابط شؤون محافظة النجف الأشرف حاليا اتفضل اسمعك جيد. أشكر السيطرة سيدي مقدم سيف تحياتنا لحضرتك. أشكرك حاليا برضه. مباشر ضمن مديرية أحوال النجف الأشرف. نعم. إن شاء الله من الصباح الباكر هذا اليوم متابعة سير وعمل واجبات ضمن الجنسية وإبداء المساعدة لجميع المواطنين. نعم. وعلى مسمع اتصال المواطن حاتم كريم وحاليا انا بانتظاره حيتم التوجه بهذا الوقت المكتب الشؤون المتواجد ضمن الاحوال وسوف يتم اللقاء فيه وابداء كافه المساعده له. احسنت. معلومات تفضل. احسنت اخوي الكريم. نعم هو المقصود واضح حاليا استلمه. شكرا. ايضا اذا كنت فقط من قبلك يتم التوجه والترجل حاليا ضمن البطاقة حاليا وملاحظ للاسم ايضا ضمن الرقم الثاني حاليا ايضا البرنامج السيدي هو المقصود حاليا تفضل. اشكرك بارك الله بك على مسمع من نداء الاخ المنادي ضابط شؤون الجنسيه في محافظه النجف الاشرف. نداءك هو صحيح يتواجد قريب ضمن قاعه تصوير المواطنين لمتابعه اليه العمل بارك الله بك وكذلك تقديم المعاونه للمواطنين. شكرا بارك الله بك. شكرا. شكرا سيدي برنامج الشؤون. نعم سيدي واضح. ضابط شؤون قطاع
الباقه الوطنيه حاليا ضمن محافظه النجف الاشرف، ايضا حضرتك على مسمع حاليا توجه الى رقم 8 ضمن كابينه رقم 8 حاليا بخصوص المواطن متواجد حاليا دامك. شكرا. نعم صحيح. اشكرك على مسمع، وانا حاليا داخل القاعه وان شاء الله يتم التوجه للمنطقه رقم 8. شكرا شكرا بارك الله بك. شكرا. نعم. اذا هو حل. شكرا. نعم بارك الله بك. مشكلة احد مواطنين الكرام. نعم. في النجف الاشرف من خلال ضباط الشؤون المعنيين بالمحافظه. اذا اجابه اخيره من السيد مدير شؤون المثنى، يتفضل. يتفضل السيد مدير شؤون المثنى المحترم. برنامج شؤون سيدي واضح حاليا استلمت. هلا مدير شؤون محافظه المثنى سيد تفضل حاليا. خصوص شهد قايم. خصوص المتصل شهيد قايم مطلق منسوب الى عمليه الطوارئ الفوجي الاول. نعم. خصوص الاجازات الخاصه بالعمره، الاجازات حاليا مفتوحه وبالامكان ان يقدم طلب. شكرا سيدي. نعم. نعم. شكرا سيدي. طيب نعم حاليا برنامج الشؤون سيدي حضرتك على مسمع تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من جميع نداءات. شكرا بارك الله بك. اذا مشاهدي متابعي قناه الفرات الفضائيه، الى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. ان شاء الله نكون قد وفقنا لتقديم هذه الخدمه للجميع. عزيزي واخي العزيز نقيب مقدم محمد، اذا عندك كلمه تفضل. نعم. شكرا لكم مشاهدي الكرام، الى هنا وصلنا الى ختام برنامج الشؤون. دائما وابدا نعمل لخدمه المواطن، هي توجيهات المراجع العليا في وزاره الداخليه. بتأكيد. وعلى راسهم على السيد وزير الداخليه المحترم الاستاذ عثمان الغانمي. كان معكم في الاعداد والتقديم المقدم سيف عبد الكريم مدير اعلام شؤون الداخليه، والمقدم محمد علي الحسون من دارة العلاقات والاعلام. شكرا. الى اللقاء. الى اللقاء.